بعد أسابيع على الحدود الأوكرانية سحبت موسكو قواتها لمسافة 10 كيلومترات تمهيدا لإعادتها إلى قواعدها داخل روسيا. هذا ما أفادت به معلومات صحفية نقلا عن الحرس الحدودي الأوكراني. لقد بدأنا بتطبيق أوامر الرئيس فور صدورها، ونؤكد بشكل صريح ومفتوح بأننا بدأنا بسحب القوات على الفور بعد أن أمرنا الرئيس بذلك. روسيا ليست المسؤولة عن الأزمة في أوكرانيا، وأكثر من ذلك لا توجد مشاكل بين روسيا ودول الناتو أو دول البلطيق أو دول أوروبا الشرقية فيما يتعلق بمسائل الأمن. الغزو السياحي هو الغزو الوحيد الذي نطمح له في هذه الدول. واشنطن وغيرها من الأطراف الحليفة لكييف كانت شككت بوجود مؤشرات ميدانية تدل على بدء انسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية. بالتزامن مع هذا التطور الميداني، دعا الرجل الذي يعرف بالأغنى في أوكرانيا إلى تظاهرات شرقي البلاد احتجاجا على التحركات الانفصالية التي تؤدي إلى ما سماه بالإبادة الجماعية. فيما تشير منظمة الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 10,000 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم منذ بدء الأزمة، غالبيتهم ينتمون إلى تتار القرم. تأتي هذه التطورات قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد أيام قليلة، وتعتزم المعارضة تيموتشينكو الترشح لها. يقر رئيس الوزراء الحالي بأنه سيكون من الصعب تنظيمها في عدد من المناطق التي لا تزال في أيدي المسلحين، ولذلك تواصل الحكومة عملياتها الرامية لاستعادة السيطرة عليها تمهيدا لتصويت قد يؤدي إلى انتخاب رئيس يحل مكان فيكتور يانوكوفيتش.